عبر تحديثها الأخير على هواتف الآيفون بنسخة 2.17.2. طرحت واتساب عدة مزايا جديدة، فأصبح بإمكان المستخدم اختيار عدة حالات معا والتعديل عليها دفعة واحدة، إضافة إلى إعادة تمريرها وإرسالها أو حذفها. كما تم استبدال أيقونة المكالمات الصوتية القديمة بأيقونة بلس، والتي تظهر قائمة جهات الاتصال عند الضغط عليها لتتمكن من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية معهم. وكذلك حصلت واجهة المجموعات ومعلومات جهات الاتصال والويب المكالمات على تعديلات في تصميمها، إضافة إلى تعديلات في التصميم بعدة شاشات. كما دعمت الواتساب خدمة سيري ليتمكن المستخدمون من التعرف على ما وصلهم من رسائل، مع إمكانية قراءة الرسائل الواردة إليهم.